وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا. بدأت في حفظ القرآن الكريم منذ صغري، وهذا من فضل الله عز وجل وبكرمه ومنته علي. ختمت في سن 14، وكنت أهوى الخطابة من صغري، وكنت ألقي دروسا في المسجد، وبدأت في صعود منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ عام تقريبا. فحفظت القرآن الكريم بالجمعية الشرعية ببلدتنا القويصات على يد مشايخنا الكبار الشيخ محمد خليفة والشيخ أيمن القدسي والشيخ محمد البربري والشيخ باسم حجازي بارك الله فيهم وحفظهم. وبدأت في قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بفضل الله عز وجل، ثم شيخي الشيخ أحمد خلف شحاتة المغني، وأتممت قراءة كتاب مولانا الإمام البخاري رضي الله عنه، مولانا الإمام النسائي رضي الله عنه، وشاركت في مهرجان إعرب دينك الدولي للمواهب بالمنصورة، وبفضل الله عز وجل حصلت على المركز الأول في مستوى الخطابة.